محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الإسكندرية نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة وفعاليات مبادرة الأسرة المصرية للأسبوع الثاني على التوالي، واللي تبنتها المديرية لجعل الرياضة أسلوب حياة وتطبيقها في جميع مراكز الشباب، ولاقت نجاح كبير وشارك فيها 32 ألف على مدار أسبوعين. في البحيرة افتتحت مديرية الأوقاف 3 مساجد جديدة بمراكز كفر الدوار وإيتاي البارود والدلنجات بتكلفة إجمالية 7,800,000 جنيه، وده في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف في نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف. في دمياط نفذت مديرية الصحة قافلة طبية بعزب العرب بمركز فرسكور تضمنت 12 عيادة طبية تردد عليها 1535 مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وتم تحويل 33 حالة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة ل 18 حالة. في بني سويف شهدت المحافظة استلام 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي والإطعام ضمن خطة وزارة الأوقاف لتوزيع الصكوك على القرى الأكثر احتياجاً، ليصل إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة بني سويف منذ يناير عام 2023 وحتى اليوم 48 طن من لحوم صكوك وزارة الأوقاف. في شمال سيناء أعلنت مديرية التعليم عن بدء اختيار الدفعة الثانية للمبادرة الرئاسية لألف مدير مدرسة، وهناك عدة مميزات بيكتسبها المتدرب وهي الحصول على دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي من الأكاديمية العسكرية. في كفر الشيخ أكدت المحافظة وجود متابعة مستمرة لمعارض أهلاً رمضان اللي جرى افتتاحها في 10 مدن وجاري افتتاح 6 أخرى لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، إضافة ل 44 منفذ لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين وضمان توفرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة عن قيام المديرية بتنظيم حملة حقك تنظمي بالمرحلة الثانية في مختلف مراكز المحافظة، واستفاد من الحملة 24 ألف سيدة، وبتعد الحملة ضمن توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.